حاضرا هنا في أرضية الملعب أيضا ملك الفلاشات ويحمل صورة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هنا في أجواء رائعة من الجماهير الهلالية الحاضرة في أرضية الملعب وكذلك لأشقائهم جماهير أهل طرابلس. الهلال النهاردة بيلعب بعبدالله المعيوف كحارس مرمى، أربعة في خط الدفاع، من اليمين سعود عبد الحميد، من اليسار ناصر الدوسري، قلبي دفاع علي البليهي، وبجواره القادم من البلوز تشيلسي خليدو كوليبالي. وسط الملعب مصعب الجوير، بجواره روبن نيفيز، على يمينهم اندري كاريو، على يسارهم سالم الدوسري، ميشائيل وعبد الله الحمدان في تشكيلة البرتغالي جورجوش المدير الفني لنادي الهلال. هنستعد من اجل هذه المباراة ومن اجل هذه المقارعة باذن الله تعالى، نشاهد مباراة ممتعة بين الفريقين باذن الله تعالى، نجد إثارة ممتعة فيما بين كلا الفريقين. على مدار التاريخ عم قعدنا نقلب الأوراق ونستحضر الذكريات، هناك شخص سيتابع هذه المباراة وقلبه سينقسم إلى قسمين. هنستعد من أجل أحداث المباراة. أمامنا هنا مصعب الجوير اللي تألق على هذا الملعب مع المنتخب السعودي للشباب والفوز بالبطولة العربية على حساب الفراعنة. تحية زميلي أحمد النفيسة وتحياتي بلال أحمد علام معلقا وواصفا لمباراة اليوم ما بين أهل طرابلس الليبي وما بين الهلال السعودي. مصعب الجوير يبدأ من وسط الملعب، ينقل الكرة في منتصف الملعب إلى خليدو كوليبالي، على الأرض إلى أندريه كاريو، ولكن هيثم لعيوني اتقطعت في وسط الملعب بانطلاقة أمامية ومحاولة من علي أبو عرقوب إلى أنيس السالتو. أنيس يحاول، أنيس أول فرصة في المباراة لجانب أهل طرابلس، علي البليهي مع أنيس السالتو، ولكن في النهاية الكرة وصلت سهلة عند عبد الله المعيوف. وأدي اللمسة مرة ثانية عند تيري مانزي اللي يرجع لمنطقة الدفاع، الضغط من كاريو، ولكن نشنوش يصلح غلط أحمد كمال التربي اللي كان ممكن يغلط، ونشنوش ينقذ مرمى أهل طرابلس من كرة خطيرة بضغط من البيروفي أندري كاريو. روبن نيفيز يا ولد، حلوة من روبن نيفيز عند سالم، ولكن يقطع تيري مانزي مع مؤيد جدور. نزلت الكرة، ناصر الدوسري إلى سالم، هنا ريلسون إلى كرة طويلة عند أنيس السالتو، بيحاول أنيس يعدي مع خليدو كوليبالي، مر المرة دي أنيس السالتو، عدى أنيس، مين اللي جاله؟ وسعود عبد الحميد ينقذ الكرة هو وناصر الدوسري، وإلى ضربة ركنية من نصيب أهلي طرابلس. يمرر عند مراد الهذلي، نقل في اليمين تيري مانزو، مع الكرة تيري مانزو، على يمين مؤيد جدور، لكن هو عايز يلعب عرضية فيها خطورة، حلوة من أهل طرابلس لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى. ورمية التماس، كرة بتتلعب أنيس السالتو مع خليدو كوليبالي، أدهم خدمة بيقول العب، ميشائيل يمر، ميشائيل يعدي، ميشائيل من الجانب الأيمن، ميشائيل لعيب حافظ عليها وسط ثلاثة، ولكن الكثرة بتغلب المهارة ويقع على أرضية الملعب. سلامات لميشائيل اللي سقط على أرضية الملعب بعد تدخل كان موجود في اللقطة الماضية من دفاع أهل طرابلس. هي الكرة، واسمع بقى جمهور الهلال على طول، ميشائيل هي اللقطة. سلامات مع الكرة، مصعب يلعب كرة عالية عند ميشائيل، استلم ميشائيل، شوط ميشائيل، ولكن في أحضان محمد نشنوش، حلوة، خد الكرة عبد الله الحمدان، لعب عند أندريه كاريو إلى روبن نيفيز، ناصر الدوسري بجواره، هيعمل إيه ناصر؟ هل هيلعب بالعرض؟ لكن مرر الكرة عند ميشائيل، عملية في تغيير المراكز ما بين لعيبة الهلال. سعود يا لعيب، ولكن المرة دي نشنوش، وإلى ضربة ركنية. شفت التحرك من غير كورة عزيز المشاهد عمل إيه مع الهلال؟ هنا ميشائيل، وهنا الكروس بالعرض، وهنا سعود عبد الحميد، ولكن نشنوش كان صاحي، وإلى ضربة ركنية من نصيب الهلال. حلوة. سالم راح يمين، ميشائيل جه شمال، الحمدان بدأ يتحرك، كاريو جنب روبن نيفيز، بدأ يسقط لتحت مصعب الجوير، غير من قناعاته في أرض الملعب، وكاريو وخليدو كوليبالي أعلى من الكل لكنها عالية وإلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة مرمى لسعود عبد الحميد اللي يمرر الكرة عند أندريه كاريو في الجانب الأيسر،
هنا الاستلامة من ناصر الدوسري يلعب على الأرض حلوة لمصعب الجوير، ولكن المرة دي أحمد كمال التربي يحط جسمه عشان تبقى الكرة إلى بيتابع المباراة. وضربة ركنية من نصيب نادي الهلال، وترقب وحذر داخل منطقة الجزاء لروبن نيفيز اللي يسدد، نزلت لميشائيل ما ظبطتش روبن نيفيز لكنها مرت، وإلى ضربة ركنية من جديد لمصلحة نادي الهلال. كرة خطيرة من نصيب الهلال لكنها مرت وأصبحت إلى خارج الملعب وإلى ضربة ركنية. أندريه كاريو من جديد، أندريه كاريو يلعب الكرة العالية، كاريو جوه المنطقة لكن يطلع الدفاع عشان تنزل عند سعود عبد الحميد، على الأرض إلى مصعب الجوير اللي بيغير اللعبة عند سعود عبد الحميد. سعود استلم، راح من الجانب الأيمن، سعود سلم الكرة عند سالم الدوسري، سالم مرة تانية عند سعود جوه منطقة الجزاء، عرضية ما تلاقيش حد إلى ميشائيل دلجادو، مرت على يمين نشنوش وإلى ضربة مرمى. انتفض الهلال وأمامنا هنا هيني ريلسون، وكرة بترجع عند خليدو كوليبالي ولكن معها صفارة من أدهم مخدمة، حكم الساحة من الأردن الشقيق يعلن انتهاء شوط اللقاء الأول، تعادل سلبي ما بين أهل طرابلس والهلال. النهاردة الهلال هو دلوقتي بيدفع بتغيير السيد جورجوش أو جورج يسوس، يعني لو الناس متضايقة أن أنا بنطقها بالبرتغالي، خلاص يا جماعة ولا نزعلكم ولا نضايقكم. عبد الإله المالكي واحد من النجوم الممتعة والمميزة في كرة القدم السعودية عبد الإله، وهنا الكرة حلوة عند سعود عبد الحميد، عدى سعود وعرضية ولكن نشنوش. بادئ الهلال سخن في شوط اللقاء الثاني، وهنا الكرة اللي اتلعبت بالعرض، وهنا التصدي الحاضر من جانب الحارس نشنوش. وعشاق أهل طرابلس اللي يعني بيتابعوا هذه المباراة ويتمنوا أن أهل طرابلس يحقق انتصار يسعدوا به، سيكون انتصار عظيم وانتصار تاريخي. وبينية حلوة إلى أنيس سالتو، سالتو سالتو انفرد أنيس سالتو مع الكرة، أنيس سالتو هيتصرف إزاي أنيس، هيتصرف إزاي أنيس، يا راجل يا راجل يا راجل، الحاجات دي ما بتجيش تاني يا راجل، الحاجات دي بتيجي صدف يا راجل. شوف هنا الكرة اللي قطعها هنا ريلسون، وشوف هنا التمريرة السريعة عند نور الدين القليب اللي لعب البينية، شوف هنا الكرة، شوف البينية، شوف البينية، شوف البينية عند أنيس سالتو اللي راح وانفرد بعبد الله المعيوف، اللي بص عبد الله المعيوف ضيق عليه الزاوية وراح أنيس سالتو انتظر المساندة، جاله نور الدين القليب اللي سدد. يا راجل يا جدع الحاجات دي، لا ده أبو عرقوب، يا أبو عرقوب الحاجات دي ما بتجيش تاني، دي ما بتجيش تاني. وهنا الكورة اللي كانت رجعت بالقدم، يا سلام على الباص لانطلاقة أمامية، عبد السلام المنير، عبد السلام المنير واحد وسط أربعة لكن حافظ على الكرة حلوة، مررها أمامية أبو عرقوب يسدد، مرت على يسار المعيوف وإلى ضربة مرمى. بيغادر أرضية الملعب وبينزل مكانه محمد البريك، غادر أندريه كاريو ونزل بدلا منه عبد الله رديف، اتفرجوا عليه برضو مهاجم ما شاء الله ممتاز. ناصر الدوسري غادر ونزل مكانه ياسر، هتتلعب الضربة الركنية من اليمين، سالم الدوسري يلعب الركنية العالية جوه منطقة الجزاء والمرة دي عدت، كان بيحاول فيها كانه لكن وصلت في اقصى الجانب الايسر الى عبد الله الحمدان، مع الكرة عبد الله الحمدان، الحمدان بيحاول ان هو يمر، الحمدان يرجع في الجانب الايسر الى روبن نيفيس، نيفيس يلعب الكره العاليه، نيفيس في الجانب الايمن الى سالم الدوسري، سالم استلم، سالم سالم بيحاول سالم ولكن هنا من امامه يقطع كويس مراد الهذلي الى كره اماميه، ايوب عياد، لا ده مراد الهذلي هو اللي معاه الكره، حافظ على كورته كويس، يلعب الكره الاماميه لكن بعيده عن انيس سالتو وعن احمد كراوع. ياسر بجواره عبد الله الحمدان، لعب لعبد الله اللي بيهيئها الى روبن نيفيس، نيفيس يلعب كره عاليه حلوه لميشائيل، يا راجل يا راجل، تيكي تاكا هلاليه عظيمه، ولكن العارضه العارضه تمنع الهلال من الهدف الاول، من نيفيس الى ميشائيل الى عبد الله رديف، ولكن العارضه تحول وتبعد الهلال عن الهدف الاول في مباراه اليوم.
أخطر فرصة للهلال. في تغيير قادم. اللي بيشارك حاليا في أرضية الملعب هو محمد القحطاني بدلا من ميشايل ديلجادو. خليدو كوليبالي نقل في اليمين عند محمد البريك، البريك يلعب عرضية حلوة ولكن هايل في التغطية في اللقطة الماضية. محمد عبد السلام المنير ومحاولة من روبن نيفيس ولكن دفاع أهل طرابلس. إلى كرة أمامية صالح الطاهر، مع الكرة صالح الطاهر يلعب كرة في الأمام، علي البليهي غطى ولحق قبل ما يضغط عليه أي حد، ومن أمام أيوب عياد لياسر الشهراني. من جديد ياسر الشهراني اللي يمرر واحدة اهي في الجانب الايسر، انطلاقة من سالم الدوسري، الدوسري وسع لنفسه سالم، لعب الى روبن نيفيز على الارض لعبد الله الحمدان، الحمدان يسدد ولكن بلوك دفاعي، ولكن يصفر حكم المباراة بيقول فيها خطأ، ضربة حرة مباشرة لمصلحة روبن نيفيز. ومراد الهذلي ياخد انذار في الدقيقة 84. هل ينجح الهلال من الضربات الثابتة؟ ممكن. في اثنين في ارض، اوه شوفنا التدخل من مراد الهذلي على قصبة قدم روبن نيفيس. هنشوف روبن نيفيس وعلي البليهي جاي يتكلم مع الحكم، او الحكم بينادي عليه بيتكلم معاه فيها ايه. هل حدث حاجة تاني مثلا؟ رايح يبص على الفار فعلا على اللقطه بتاعه مراد الهذلي مع روبن نيفيز، ده الاقرب والله اعلم. لكن خلينا نشوف، رايح ادهم خادمه الحكم الاردني. فعلا هي اللقطه اللي بقول لك عليها، ممكن تبقى يعني طرد مباشر في هذه الحاله. يعني في مواجهه الصفاقسي والشرطة العراقي، أحمد العجال من الصفاقسي تحصل على طرد. وفي مواجهة السد والوداد يحيى جبران هو الآخر تحصل على طرد. هل نشوف ثالث حالة طرد في ثالث مباراة؟ هو بيشوف أدهم خدمة وكابتن هيثم قراط والكابتن خليل حساني الطاقم التونسي اللي متواجد على الفار في مباراة اليوم. هل هيأكدوا القرار ان هي طرد مباشر ولا ايه؟ هو مراد الهذلي في التدخل على البرتغالي روبن نيفيز، البرتغالي الدولي. اوه وهو كان تدخل قوي. وادم خدمه بيشوف الحاله مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه كمان، وهياخد القرار ايه بعد العوده للفار. هيطلع الكارت يقول انسى الاصفر وخد احمر مباشر ولا ايه؟ بيقول لا، بيقول ايه؟ بيصفر، بيقول ايه؟ بيقول يلعب ضربة حرة مباشرة وخلاص، ويكتفي بالانذار، ويكتفي بالانذار. كان على اعصابه في الدقيقتين دول مراد الهذلي، وضربة حرة مباشرة. روبن نيفيس من اللعيبة اللي بيجيدوا تنفيذ الضربات الحرة المباشرة، لكن ضربة حرة مباشرة. روبن نيفيس في مواجهة نشنوش من ضربة حرة مباشرة من مسافة 33 أو 34 متر تقريبا عن المرمى. ونوفيز خاطف الزاوية اللي هيحط فيها الكرة، نيفيز، نيفيز لكنها بتعلى وإلى خارج أرضية الملعب، وإلى ضربة مرمى من نصيب أهل طرابلس. للحمدان من جديد لمحمد القحطاني من الجانب الأيمن. القحطاني يوسع لنفسه، يمرر عند روبن نيفيز في الجانب الايمن الى البريك، مع الكره البريك على الارض لعبد الله الحمدان، الحمدان يلعب بالعرض لكن جات له مره ثانيه، هنا السقوط، يحافظ على الكره الحمدان، يمر الحمدان بعرض الملعب لسالم، هنا الخطوره ولكن دفاع اهل طرابلس صامت حتى النهايه بفدائيه رائعه. نزلت صالح الطاهر، مجيشه كره اماميه عند ايوب عياد لكن تتقطع. الضغط مرة تانية وده كان حسام الحباسي، وهنا المحاولة لكن حكم المباراة بيقطع وبيقول العاب وما فيش أي حاجة خالص، كورة استعجل فيها لاعب أهل طرابلس إلى المعيوف. هنشوف البريك هينفذها ازاي البريك.
هو خد قرار البريك، هل بالعرض ولا مباشرة؟ هي فعلا بالعرض لياسر الشهراني، عرض الكرة للحمدان ولكن نزلت أقرب عند هيثم لعيوني اللي يحمي مرمى أهل طرابلس. نجم المباراة النهاردة دفاع أهل طرابلس روبن نيفيس. من جديد روبن نقل واحدة في الجانب الأيسر إلى ياسر الشهراني، يمرر عند سالم الدوسري، عدى سالم، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا سالم، حلوة لياسر الشهراني اللي يسدد، مرت بمحاذاة القائم الأيسر وإلى ضربة مرمى من نصيب أهل طرابلس. شوف شوف سالم حريف يا جماعة، شوف سالم في ثانية كده استلم وعدل جسمه ولف بالمدافع وحط الكرة عند ياسر الشهراني اللي سدد، لكنها كانت بعيدة عن المرمى في وقت كان بينتظرها. الاثنين المشجعات دول شكلهم توأم، ربي يحفظهم يا رب، ربنا يحفظهم. كنو استلم، كنو ولعب بينية حلوة في الجانب الأيمن إلى البريك، البريك يحاول يعدي البريك، عدى البريك، لعب العرضية، البريك على القائم الثاني، وهنا المرة دي ابعاد من الدفاع، مطالبة بلمسة يد، أدهم خدمة بيقول بالراس وإلى تماس من نصيب الهلال. رمي التماس من نصيب الهلال، بيصفر بيقول هشوف الفار، هنشوف هيقول ايه حكم الساحة. وامامنا الجماهير الهلالية في ارض الملعب، يا جماعة البريك واللي مع البريك، يا جماعة محدش اللي مع البليهي، عفوا محدش يضايق البليهي. وهنا الكرة في اللقطة الماضية ايوب عياد في محاولة، وهنشوف ادهم خدمة هيقول ايه، ونشوف هنا قام وبقى يقول لمسة يد. شوف يا جماعة اللي بيبص لزميله ده او اللي بيبص لصاحبه اللي قام بيقول بالايد وقال العب ادهم خدمة، ادهم خدمة قال العب. ياسر الشهراني خلاص ثواني على النهاية، قد تكون اخر لقطة في المباراة. الشهراني يلعب رمية التماس ويطلعها دفاع اهل طرابلس عشان توصل عند صالح الطاهر، وهنا التدخل ولكن معها صافرة النهاية في المجموعة الثانية. تاني تعادل سلبي في تاني المباريات، اهل طرابلس يتعادل مع الهلال هنا 0-0 في مباراة كانت ممتعة في لحظاتها الاخيرة.